كانت مباراة كأس على مستوى التشويق، لكن كان كذلك فرصة لنا احنا باش نتأهلوا للدور الجاي. لعبنا ضد منافس محترم محترم جدا، عنده خبرة متاع لاعبين، عنده آليات تغيير لاعبين على بنك الاحتياط كانوا فاعلين وتبعناهم احنا في الفيديو، نعرفوا اللي عندهم قيمة على المستوى الفردي خاصة. بالرغم هذا الأولاد نو با دي ميريتي اليوم قدموا مردود اللي كان كنا قادرين انه ننهيو الماتش من 90 دقيقة حتى في 120 دقيقة. المردود اللي قدمناه في برشا تعب، لأنه الأولاد يمكن نقص الخبرة خلاهم يجريوا أكثر، يتعبوا أكثر، نجريوا احنا جرينا أكثر وراء النتيجة، وهذا مهم جدا أنه كل مرة سعينا أنه باش نجيب الهدف اللي خلينا نترشح. ما قعدناش في نص الملعب نتاعنا ندافع وكهولة، حاولنا أنه تصير عملية الانتقال من المرحلة الدفاعية لمرحلة هجومية. بعض الأحيان توفقنا بعض الأحيان لا، كنا قراب للترشح، ما كتبش الترشح هذايا. أكيد كل هزيمة توجع، لكن الهزيمة نتاع الكأس توجع أكثر. أكيد تبقى الرأى أنه المستقبل القريب باش يكون أحسن، لأنه بحضور اللاعبين اللي انتدبناهم بجنب، بوجود اللاعبين اللي موجودين هذوما بالروح نتاعهم بالانضباط نتاعهم بالأداء نتاعهم قادرين انه نوصل زادا في اللي تبقت لنا هي الشامبيونا، عاود باش ان شاء الله نكونوا في نهايه الموسم في البوديوم. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا نشكر على اللاعبين، 26 لاعب ماهوش 18 لاعب اللي كانوا هنا. نشكر جميع اللي راه يشارك، لاعبين كاع اللي عندهم ليسونس مع شبيبة الثورة، نشكرهم على المجهودات وعلى الرجولة وعلى المباريات اللي راهم يقدموهم وعلى العمل اللي راه يقوموا به. الحمد لله احنا فرحانين بهم، والشيء هذا تجسد في أرضية الميدان اللي كان اليوم تأهل تاع اللاعبين. لعبوا بكل إرادة، اكتب مدوا الشيء اللي عليهم، ما بخلوش ولا ولو بجهد صغير. الحمد لله تأهل يخلينا بعد تعادل في البطولة مع مولودية الجزائر، اليوم تأهلنا على وفاق سطيف اللي وفاق الجزائر معروف على الساحة الوطنية والإفريقية وكلش، باش تجي تأهل هنايا احنا جد فرحانين. والحمد لله هذا قلت لك بفضل لاعبين، طاقم الفني الإداري الطبي كل راهم ساهمين في هذا الشيء. ولكن درك مقابله هذه سيت المقابله هذا ما كان، درك لازم نخمو في المقابلات تاع البطوله اللي تنتظرنا بعد اربع ايام ان شاء الله. تأهلنا ضد فريق معروف بهذا الكاس، احنا كنا عارفين بلي المقابله مش حتكون سهله، حضرنا لها جديه والحمد لله. وين شفت الفريق تاع فوق سطيف ضيع ضربة جزاء، وين هذيك هي اللي كانت معارج بالك تاع المقابلة، وين حنا زدنا واللي عرفنا كيفاش نجيرو المقابلة، جاونا فرص ضيعناهم ما من الفريق تاع وفاق سطيف جاوا فرص. الحمد لله احنا ربي وفقنا وسجلنا هدف قدرنا نحافظوا عليه حتى لسيفلا الماتش. كما معروف في كرة القدم فريق يكون خاسر ولا غتكون هذيك المشاهنات، الحكم يقول يعطيك الصحة دار المقابلة مليحة، وين جاتهم ضربة جزاء كان كما يقول عطاها لهم ضربة جزاء صحيحة. الحمد لله ان شاء الله ربي يوفقه ويوفق وفاق سطيف، خاطر باسكو هذا فريق عريق ان شاء الله يعاود يولي القاب خاطر يستاهل هذا الفريق. كنا دايرين قبل هذه المقابله قلنا كنا نحقوا التاهل، تما راح تكون عندنا حظوظ كبيره باش نقدموا في الادوار. الحمد لله احنا درك نخموا في الشامبيونه ومن بعد المقابله نجيو ماتش بار ما شاء الله. هذا البرنامج برعايه شركه بروتيليس لمواد التجميل. بروتيليس الجمال للكل. زاير تيوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.